بسم الله الرحمن الرحيم. فريد لوستيك رئيس جمعيه المستقبليه والاحتياجات الخاصه بخريبكا كنتواجدوا الان بملعب شرفي للنادي اولمبيك خريبكا اللي كيسهر على تنظيم الان ملتقى الاول لرياضه رفع العاب القوى لاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه واللي كتنظمها جمعيه المستقبل بطبيعه الحال في البرنامج تحت اشراف البرنامج الوطني الجامعي الملكي لرياضه الاشخاص المعاقين واللي كيستضيف 20 جمعيه و80 عداء وعداء وبال يعني الاحسن والاجود العدائي اللي كيتواجدوا في هذا الملتقى الاول وهم ابطال عالميين وبارالمبيين اللي شرفوا مدينه خريبكا وشرفوا رياضه ديال الاشخاص المعاقين وداروا واحد يعني الانيماسيون واحد النكهه خاصه لهذا الملتقى الاول اللي تيدوز في جو رائع وجو يعني رياضي في الطراز العالي لا من ناحيه ديال التنظيم ولا من ناحيه ديال التقنيه. سبق الامس كذلك تنظم يعني تنظم تكوين في التعطير التقني لرياضه العاب القوى ورياضه العاب القوى كتعرف واحد الخصوصيه عند ذوي الاحتياجات الخاصه لما فيها من خصوصيات في الفئات وفي التصنيف الطبي وكنتمناو ان شاء الله هذه النسخه هذه انها تطور ان شاء الله السنه الماضيه وتبقى حكر على مدينه خريبكا على جمعيه المستقبل باش تكون ان شاء الله في صبغه اما دوليه او قاريه. وكان ما تفوتنيش الفرصه لان احنا ما نقدروش ننظموا في هذا الحجم بوحدنا بل احنا كنخدموا عنكبوتيا وكنخدموا بشراكات وكنخدموا الحمد لله بعلاقات اللي هي كتشرف مدينه خريبكا وهي كنذكر على سبيل المثال المجمع الشريفي للفوسفات المكتب المديري لنادي اولمبيك خريبكا نادي اولمبيك خريبكا لعب القوى عملة الاقليم يعني الهلال الاحمر والصحافه المحليه اللي كنسطر عليها بعد اللقاء ديال الكونفرنس دو بريس اللي داز اليوم الثلاثاء والحمد لله اليوم بتواجد ديال الكتيب ديال الصحافه ودائما كتزكينا. انا ما ننساش هذا الجسم هذا اللي ما كيبخلش علينا بواحد التغطيه وبواحد الدعم وكنحسوا بواحد الدفء انساني في العلاقات ديالنا مع الصحافه المحليه ولو ولا هذا الصوت هذا ما واخا تنظم في اعلى طراز ما كيوصلش لا صوره ولا صوت ولا تنظيم للمسؤولين باش يثيقوا فيك المره الثانيه وتكون الحمد لله اننا نجلبوا اكثر المستثمرين والسبونسورين لهذه التظاهره باش نبرزوا القدرات ديال الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه وتنقول الهدف النبيل والاسمى هو ادماجهم عن طريق الممارسه الرياضيه اجتماعيا اقتصاديا يعني في المجتمع ككل. تكلمنا على الاجواء العامه لهذا الملتقى هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. فنادي المستقبل لرياضه الاشخاص المعاقين بخريبكا ينضم تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه لرياضه الاشخاص المعاقين النسخه الاولى من الملتقى ديال العاب القوى لرياضه الاشخاص المعاقين هنا بمدينه خريبكا. وهذا الملتقى اللي تعرف مشاركه خيره الابطال المغاربه والجمعيه والأندية المنضوية تحت لواء الجامعة فهي خطوة الأولى الحمد لله ناجحة بحيث عدد المشاركين في هذا الملتقى هذه واللي تنأمله على أساس أنه هذا الملتقى يحظى بالاستمرارية ولما لا يصبح إن شاء الله ملتقى دولي ديال مدينة خريبكا وذلك من أجل إشعاع ديال المدينة وكذلك من أجل التعريف بهذا الرياضة ديال الأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى الجهوي والوطني والدولي. فالأمل ديالنا أنه يكون إن شاء الله أرقام اللي هي في المستوى وهذا تيجي كذلك هذا الملتقى في تحضير الاستحقاقات الدولية المقبلة وخصوصا البطولة العالم اللي غادي تكون في نوفمبر 2015 بالدوحة. كأول دورة بالنسبة لجمعية المستقبل كيف كتقيموا التنظيم العام ديال هذه الدورة هذه؟ ولحد الان تنشوفوا احنا في البدايه ديال الملتقى وتنعملوا على اساس انه جميع الترتيبات اتخذت وهذا كجامعه تنشكروا اللجنه المنظمه واللي كذا الجمعيه اللي اخذت البادره من اجل التنظيم وهي نادي المستقبل او النادي الرياضي لجمعيه المستقبل لرياضه الاشخاص المعاقين بخريبكا فاخذوا جميع الترتيبات من اجل انجاح هذا الملتقى. فلنا اليقين انه ان شاء الله غادي يعرف النجاح باهر خصوصا انه حتى من الناحيه التقنيه هناك اشراف ديال الجامعه الملكيه المغربيه لرياضه الاشخاص
الأشخاص المعاقين، وكذلك أطر ديال وزارة الشباب والرياضة هنا بمدينة خريبكة. فلليقين أنه إن شاء الله غادي يكون ناجح، وتنأملوا على أساس أنه باش تكون هناك استمرارية للسنة المقبلة والسنوات المقبلة إن شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتنظم اليوم جمعية المستقبل ذوي الاحتياجات الخاصة بإقليم خريبكة بمناسبة اليوم الوطني المعاق، وأيضا بشراكة مع نيابة وزارة الشباب والرياضة وقطاعات أخرى على رأس المكتب الشريف فوسفات وعمالة إقليم خريبكة والعديد من الشركاء الآخرين. يوم وطني للرياضة كتستدعي فيه العديد من الأندية الوطنية اللي كتهتم بالرياضة على صعيد هذه الفئة. أهم ما بغيت نذكره في هذه الكلمة هو الجهود الكبيرة اللي كتقوم بها جمعية المستقبل ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى لا تيرمينولوجي ديال الرياضة الشخص المعاق، على مستوى الاصطلاحات الرياضية اللي كتهم الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن كنعرفوا بالله هذا النوع من الرياضة راه لا يعتد رياضة بارا أولمبيك، رياضة أولمبية تقريبا شبه أولمبية، أيضا ولا عنده مصطلحات خاصة كتهم التأطير ديالو التحكيم ديالو، لأن الحكام كيتلقاو دعم خاص وتكوين خاص، وأيضا المواد اللي كنستعملوا هي مواد كتكتسي واحد الصبغة خاصة من الكراسي المتحركة، من آليات خاصة كتهم القفز وخلافه. على هذا الأساس هذا كتقوم جمعية المستقبل اللي كتعتبر رائدة على المستوى الوطني مجهودات كبيرة في هذا الباب، كتخول لها باش تكون في إقليم خريبكة عندها مكانتها، سواء من حيث التنظيم سواء من حيث التأطير. وهي الآن بصدد إحداث وتطوير المركز اللي موضوع راهن إشارته من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشكورة أيضا بالاهتمام بهذه الفئة وبهذه الجمعية. بالنسبة للنيابة كانت هي أول شريك لهذه الجمعية هذه، وساهمت مع في التأطير سواء من حيث إلحاق أطر كبيرة من النيابة اللي دابا كاين البعض فيهم نواب في الأقاليم للعمل مع الجمعية، أو أيضا من حيث تصنيفها وترتيبها في لائحة الجمعيات اللي تستفد من المنح. وكانت أول منحة كتقاضى هي منحة من الشباب والرياضة على صعيد الجهة اللي مكناتها من نيابة وزارة الشباب والرياضة. كنحيي مننا جمعية المستقبل، وكنتمنى جميع المشاركين جو رياضي بديع كتسود في المنافسة والروح ديال التنافس والتقبل النتائج بشكل وبصدر رحب. معنا الآن أحد الأبطال الأولمبيين اللي مشاركين في هذا الملتقى هذا، تفضلنا بالاسم والمشاركة ديالكم. السلام عليكم، معكم عز الدين نويري، بطل بارا أولمبي في دفع الجلة فئة F34 في الألعاب الأخيرة بلندن، والحائز على الميدالية الذهبية والرقم القياسي العالمي. والحمد لله احنا جينا باش نساهموا في نجاح هذا الملتقى الأول بهذه المدينة العزيزة خريبكة، وبحال هذه الملتقيات هما اللي كيخلونا حنا نشجعوهم وتهما يشجعونا باش يكثروا هنا في البلاد، لأنهم كيساهموا في تحسين الأوقات ديالنا وبزاف د الحوايج مهم، هو مهم لنا بحال هذا الملتقى. والهدف ديالنا احنا جينا هنا ممثلين المدينه ديالنا والجمعيه ديالنا ديال مدينه آسفي، جمعيه معاونه المعاقين جنوب المغرب آسفي، وجينا هنا باش نشاركوا في دفع الجله ورمي الرمح. والحمد لله احنا غاديين بحال هذا الملتقى، فرحنا بزاف وملي جا في الوقت المناسب ديالو باستعدادات بطولة العالم في 2015 ان شاء الله، وهذا حافز لينا باش نعرفوا روسنا فين واصلين. في المستوى العام ديال هذا الملتقى هذا بالنسبه للمنافسه، الحمد لله في هذا الملتقى هذا العام بني عرض على الابطال البارالمبيين والابطال العالم المغاربه كاملين، يعني كاينه المنافسه وكاول تجربه ليه، يعني كنتنبأ ليه بمستقبل ان شاء الله، وكنتمنى يكون دولي ما يبقاش غير وطني. هذا هو الهدف ديالنا، وهذا الشيء كيرجع الاعلام والمستشارين هما اللي غيساهموا ويعاونونا في هذا الملتقى باش يتحسن، وان شاء الله يولي دولي اللي غيولي كيأهل لنا وعنده مواصفات دولية باش يأهلنا الملتقيات وبطولات العالم. شكرا. بالتوفيق. الاسم أمين شنتوف، بطل بارالمبي وعالمي، كنتمي لمدينة القصر الكبير.
بالنسبة لآخر مشاركات ديالي فكانت مشاركة في ماراثون لندن الأحد يعني 13 أبريل، فاستطعت أنني أحقق يعني المرتبة الأولى الفوز بالميدالية الذهبية وتحقيق توقيت جيد في هذا المحمل الدولي الكبير. الحمد لله شرفت بلادي وشرفت يعني جميع يعني الجمهور الرياضي المغربي، ويعني اليوم كنت واجد هنا في مدينة خريبكة يعني في هذا الملتقى الأول يعني للرياضة الذوي الاحتياجات الخاصة. أنا جيت سعيد بتواجدي هنا وكنت من 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 هذا الملتقى أنه يعني يولي يعني سنوي، يعني تكون هذه بادرة طيبة يعني في اتجاه هذه الشريحة من المجتمع، وكنشكر الجميع والسلام عليكم. بالنسبة للمستقبل يعني كنبغي يعني بعدا نشكر الإطار الوطني السي فريد لوستيك اللي وجه لي الدعوة، ويعني كنتمنى من عند الله وهذه رسالة كنوجهها للمسؤولين في مدينة خريبكة يعني أنهم يعني يبقوا دائما مهتمين بهذا الملتقى، ويكون إن شاء الله يا ربي هذه البداية ديالو، ويعني إن شاء الله ولما لا يكون إن شاء الله مستقبلا ملتقى دولي إن شاء الله نشوفه يعني عنده واحد الإشاعة دولي إن شاء الله حول ما قوتي.